ارى احد العساكر، ارى احد الشباب المفتوعين داخل المسجد. او اسمع الان شباب من احد الضباط يصب الشباب داخل المسجد ويقول لهم اخرجوا يا ابن كذا يا ابن كذا، يعني الشباب لا يحق لهم. احد الشباب الان احد الشباب داخل المسجد يحمل انبوب بوتاجاز، لكن يمنعه الاخرون من استخدامه، يمنعون الاخرين من استخدامه. الجيش الان يحوط المكان والعساكر تحوط المكان. المكان هو مسجد عمر مكرم، المكان هو مسجد عمر مكرم، والعساكر تحمل العصي في ايديها وحاله ارتباك شديده داخل المسجد. الاعداد في المسجد ضعيفه وقليله تجاه ما يحدث بالخارج من اعداد غفيره للجيش وقوات الامن المركزي. من بداخل المسجد يحاولون غلق البيبان جميعها، لكن لا ندري ماذا يحدث في الدقائق المعدوده المقبله. هناك يعني اشتباكات لفظيه بين الثوار او المحصنين داخل المسجد وبين الجيش بالخارج، وما زالت الطلقات يتم ضربها لا ادري في اي اتجاه ولا لصالح من. مجاهد، يعني مجاهد، المتواجدون خارج مسجد عمر مكرم هم قوات الجيش فقط ام هناك ايضا قوات للامن المركزي؟ لا اسمعك جيدا سوزان. الو، نعم مجاهد، انا اسالك عن القوات المتواجده خارج مسجد عمر مكرم، هل هي فقط قوات الجيش ام ان هناك ايضا تواجد للقوات الامن المركزي خارج المسجد؟ نعم، خارج المسجد الان كما ارى من النوافذ قوات الامن المركزي وقوات الجيش كتفا الى كتف يقفون عند مسجد عمر مكرم. حاليا ارى الجيش بكثافه والان يقوم الشباب بغلق الشبابيك حتى لا يتم الاشتباك اللفظي ما بين الجيش وبين الامن المركزي وبين المعتصمين داخل مسجد عمر مكرم. لكن الان ارى ان قوات الامن المركزي دخلت الى قلب ميدان، وان يقوم بحصار مسجد عمر مكرم الان هم من الجيش فقط، من الشرطه العسكريه، ولا الان حاله يعني أرى أفراد كثيرة تسير في الشارع من الجيش، و دعيني أشرح لك الموقف. بقول لك إيه، إحنا هنروح بعض ولا إيه؟ هو مش مصر يعني مصر مش مجاهد، هل أنت معي؟ نعم. مجاهد، هل الآن يعني تم إخلاء الميدان من المعتصمين؟ يعني ماذا عن الأجواء في الميدان؟ هل تستطيع أجواء الميدان قبل دخولي إلى مسجد عمر مكرم؟ هو سيارات مدرعات من الجيش تدخل بصحبة أعداد كثيرة من الشرطة العسكرية مصحوبة بعساكر من الأمن المركزي من الجهة المقابلة. يعني أن الجيش طوق الميدان من ناحية القصر العيني وشارع محمد محمود وباب اللوق، وأتى الأمن المركزي من ناحية المتحف المصري في أعداد كبيرة، لكن كان أعداد الجيش أكبر من أعداد الأمن المركزي بشكل كبير. بعد ذلك وجدنا أن المدرعات تحوم داخل ميدان التحرير، داخل الحديقة في منتصف ميدان التحرير، تتحرك بشكل سريع. عندما حاول الشباب لمهاجمة هذه المدرعة، الأعداد كانت ضعيفة داخل الميدان، مما أدى إلى أن الجيش تقدم بشكل سريع إلى داخل الميدان، وبدأ بالفعل في هدم الخيام في منتصف الميدان في الحديقة الوسطى الكبيرة في وسط الميدان. ثم بعد ذلك عندما اتجه الشباب المعتصمون في اتجاه مسجد عمر مكرم وفي اتجاه كورنيش النيل، بعد أن بدأت الطلقات تزداد بشكل كبير والجيش يدخل بشكل مكثف، احتمى بعض الشباب داخل المسجد وقاموا بغلق المسجد، والآخرين هرعوا إلى كورنيش النيل. تستطيع أن تقولي أن الآن الجيش مسيطر على ميدان التحرير بالكلية، بالاستعانة بقوات الأمن المركزي متضامنين سويا لإنهاء هذا الاعتصام اليوم بهذا الشكل الذي سمعتموه ورأيتموه من خلال عبر شاشة الجزيرة مباشرة. نحن الآن واقفون داخل مسجد عمر مكرم، الباب مغلق، قوات الجيش بالخارج، بعض الشباب بالداخل،
منهم من حمل المصاحف وبدأ يقرأ يعني يحتمي بالقرآن، ومنهم من ينظر من نافذة يتابع الأحداث بالخارج، وآخر يعني أحد الشباب سقط مغشيا عليه ولا ندري لماذا، هل من المفاجأة أم من ماذا. أحد الشباب أرى الآن يحاول أن يقوم بإساقته ولم يصل حتى الآن، لا ندري ماذا يحدث. مجاهد، يعني نفهم من ذلك أنكم الآن بقيتم يعني محبوسون داخل مسجد عمر مكرم؟ لا سوزان، هناك شاب الآن ملقين على ظهره داخل مسجد عمر مكرم لا يتجاوز عمره 15، يبدو أنه حالة إحياء شديدة، يحاول الجميع يبدو أن سيارات إسعاف، عربية إسعاف. سوزان، نحتاج لسيارة إسعاف داخل مسجد عمر مكرم الآن. شاب صغير لا يتجاوز عمره الـ15 عاما، ملقى على ظهره، فاقد الوعي. نرجو لكل من يسمعنا سيارة إسعاف إلى مسجد عمر مكرم. سيارة إسعاف إلى مسجد عمر مكرم الآن. هذا الشاب، ارفع رجله. نعم مجاهد، يعني نحن أيضا نضم صوتك يعني لكل نعم لكل من يسمعنا الآن. فهنا يعني هناك شاب صغير يعني عمره لا يتجاوز 15 عاما، هم الآن جميعا محبوسون داخل مسجد عمر مكرم، والجيش يطوق هذا المسجد، والشاب يعني في حالة إعياء شديدة. يعني مراسل الجزيرة مباشر مصر مجاهد يعني يبدو عليه الفزع الشديد، لا حول ولا قوة إلا بالله يعني، ولكن نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن يعني يتم وصول سيارة الإسعاف سريعا إلى مسجد عمر مكرم، وأن يعني يتم الإفراج عن من هم في داخل المسجد. فيبدو أن الوضع أصبح داخل مسجد عمر مكرم الوضع متأزم هناك، ويعني مراسل الجزيرة مباشر مصر هو داخل المسجد أيضا. لا أبدو يبدو أننا فقدنا الاتصال، وبالطبع يعني هناك لقطات حية ومباشرة من ميدان التحرير، وننقل الوضع يعني أولا بأول من الميدان. قوات الجيش تدخلت يعني منذ أقل من نصف ساعة، تدخلت في ميدان التحرير، ويبدو أن هناك أصبح هناك سيطرة على الميدان من جانب قوات الجيش، والتي دخلت إلى هناك مع قوات الأمن المركزي كتفا إلى كتف. والآن نترككم مع لقطات مباشرة من ميدان التحرير.
مشاهدينا الكرام، نحن في تغطيتنا المتواصلة من ميدان التحرير، وهذه الصور التي تبث مباشرة من الميدان. ومعي مرة أخرى من هناك مراسلنا إلى هناك مجاهد شرارة. مجاهد، ما هي آخر التطورات لديك الآن؟ عليه منذ قليل عمر مكرم، والآن أرى يسير على قدمي، الحمد والشكر لله. الآن انسحب الجيش من أمام مسجد عمر مكرم، وتم فتح باب المسجد، وبدأ يخرج من داخل المسجد المعتصمين بداخل المسجد يخرجون إلى الخارج، وأنا أيضا أخرج الآن إلى خارج الميدان حتى وفيك بما هو جديد داخل الميدان. الآن الأعداد الآن خرج، الآن يوجد كردون من الجيش يقف عند مدخل ميدان التحرير كما أراه، وأرى الآن الخيام سقطت جميعها، وحركة المرور فتحت داخل الميدان، أرى الأوتوبيسات والسيارات تسير داخل الميدان الآن بشكل كبير، وأرى الآن الجيش محاط المكان، يحيط المكان ويمنع دخول الخارجين من مسجد عمر مكرم إلى داخل الميدان، لكن حركة السير تسير، وأرى الآن بعض السيارات القليلة يعني التي تسير داخل الميدان. أرى كذلك بعض الرجال من خارج ميدان التحرير يتجهون يمرون إلى داخل الميدان، والجيش تراجع من أمام مسجد عمر مكرم في اتجاه ميدان التحرير، تراجع إلى هناك بعيسى وقام بعمل حاجز. الآن أرى تدافع ما بين رجال الجيش وبعض المعتصمين الذين تعاملوا وتراشقوا مع الجيش، ودخلت مرة أخرى إلى مسجد عمر مكرم، والجيش الآن يتعقبهم عند المسجد. الجيش الآن تقدم